السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهارده هنحل كتاب جيم الترم الثاني سنة تانية ثانوي الوحدة التاسعة. هنحل التست 3 وكمان التست المراجعة من صفحة 165 لصفحة 181. انتظرونا. صفحة 165 رقم 1: More than half the people، يعني اكتر من نص الشعب او الناس. Means تعني the not of people، يبقى الغالبية من الايه، من الناس، اكتر من نصهم. Majority دي معنى أقلية، ودي طاقم، وديت إيه؟ ترند، اتجاه. رقم 2: There should be more laws، يجب أن يكون هناك مزيد من القوانين. To help بالمساعدة، نقط our natural resources، مصادرنا الإيه؟ الطبيعية. يبقى المساعدة إيه؟ الحفاظ على مصادرنا الطبيعية. بريزيرف دي يدمر، ودي يحجز، ودي إيه؟ برضك معناها إيه؟ يدمر. رقم 3: أوتلف موتور ريسنج، سباق السيارات. Is really حقا نقط جيم، هي لعبة إيه؟ That attract، تجذب، only adventure seekers، اللي هم الايه، الباحثين او الساعين للايه، للمغامرة. يبقى لعبة شقة او صعبة، challenging. دي معنى بسيط، ودي هش، ودي واضح. 4: to get some real، للحصول على ايه، بعض ايه حقيقي. نقط from the exercise، من التمرين. You should continue، يجب انك تستمر على الاقل نص ساعة في الايه، في التمرين ده، وتحصل على ايه بقى، فايدة حقيقية، benefit. ديت علاج، ودي إصابة، وديت ضرر. 5: دكتورز بليف، الأطباء يعتقدوا. ذات تشيلدرن أبيوس، إساءة معاملة الأطفال. كان ليد تو، ممكن تؤدي إلى. سيريس يعني خطير. نقط أند إيموشنال بروبلمز، مشكلات إيه، وجدانية، وإيه سايكولوجيكال، ونفسية خطيرة. إيه دي معنى بدني، ودي اقتصادي، ودي إجرامي. رقم 6: أبطلنا وحتى الآن. There is no، لا يوجد. نقط بروف، برهان إيه بقى، أو إثبات، أو دليل. That life exists on other planets، إن الحياة توجد على الكواكب الأخرى. لا يوجد إيه بقى، دليل إيجابي، هتبقى الإجابة positive يعني إيجابي. ده معناه مريب، ودي سلبي، ودي إيه، عديم القيمة. 7: كمال is exactly، كمال تماما أو بالضبط. وبعدين نقط as نادر، يعني يبقى في سن ايه، نادر بالظبط. يعني التركيبة بتاعتنا exactly، وبعدها ايه، the same، وراها اسم هنا age و as، بس دي اللي علينا في الوحدة. ايه رقم 8: when we were children، عندما كنا اطفال. our parents، والدينا. نقط often take us، كانوا ياخدونا غالبا ليه بقى، to the children's، لمسارح الايه، الاطفال يعني. يبقى ده سلوك نمطي متكرر في الماضي، فعشان كده هنجيبه ايه بقى، هنا في تيك، هنختاره مع ايه، وود زائد الايه، المصدر. كمان مديني هنا ظرف تكرار اللي هو ايه، اوفن. رقم 9: after the trip، بعد الرحله. my brother، اخي كان ايه، was not tired as my father، اخي كان ايه، كان مرهق تقريبا زي ايه، بابايا بالظبط. فهنا عندنا as، يبقى لازم نختار اللي فيها as، هتبقى الاجابه almost as. رقم 10: I like the museum، أنا أحب الإيه، المتحف. It was، وبعدين نقط more interesting than I expected، يعني إيه بقى، كان إيه بقى، أكثر تشويقا بكثير من ما أنا إيه توقعت. برضك هنا في صفة مقارنة، في الأربعة دول يجي وراها صفة مقارنة، اللي هي more interesting، دي هيجي بقى إيه، يبقى far. رقم 11: This bag، هذه الحقيبة. is نقط than، برضك في هنا إيه، than، يبقى هنجيب صفة مقارنة سهلة بقى، دي بسيطة. slightly heavier، يعني الحقيبة ديت ايه بقى، تقيلة ايه، بدرجة خفيفة او بدرجة طفيفة، than the other one، من الايه، الحقيبة الاخرى. 12: tourists، السياح. وبعدين نقط to dive in this area، يغوصوا في هذه الايه، المنطقة. but now they do، لكن الان هم ايه، بيعملوا كده يعني، دلوقتي هم بيغوصوا، يبقى هنا ايه، جديد ان هم ايه، يغوصوا. يبقى دي عكس دي، عشان كده هنجيبهم didn't used to come، كانوش ايه، معتادين ياتوا، عشان ايه، يغوصوا في الايه، في المكان ده يعني. 13: you're driving too fast، انت بتسوق بسرعه ايه جدا. can you drive، ممكن تسوق ايه بقى، فهنا المطلوب ظرف صح، فهنا ايه الاجابه، هتبقى a bit slowly، عن المعنى يعني، انا بطلب منه ايه، ان يسوق ايه بقى، ببطء شويه يعني، يبقى ايه، مناسب للمعنى a bit slowly. صفحه 166 رقم 14:
it's وبعدين نقط انه ايه to learn انك تتعلم a language اللغة، يعني انه اسهل بكثير انك تتعلم لغة in a country في البلد اللي هي ايه منشأ اللغة نفسها، يعني فرنسا وتتعلمه في فرنسا يبقى اسهل. طيب ان اللي يهمنا بقى القاعدة هنا، الصح هنا هتبقى ايه a lot easier. عندنا التركيبة بتاعتنا a lot ويجي وراها ايه صفة ايه مقارنة. طبعا الاولانية غلط ليه؟ عشان easier ما تاخدش more، والتانية في as وايزي لازم يكون هنا في از يبقى ما تنفعش، والموست ايزيست يعني almost وراها صفه تفضيل برضك ايه تركيبه خاطئه. 15 ذا دريس از ا لوت، الفستان ايه كثيرا وبعدين نقط ذان ذا شوز من الايه الحذاء، الفستان كان ايه غالي كتير اكتر من الايه الحذاء. عندنا ذان يبقى هنجيب صفه ايه مقارنه هتبقى مور اكسبنسيف. 16 جينز وبعدين نقط ان ديفرنت كولرز، في الوان مختلفة، but now they do، لكن الان ايه هو موجود بالشكل ده، يعني الجنس ما كانش بيجي الاول في الوان مختلفة كان كله ازرق بس دلوقتي يبقى هنا ديت مثبتة، يبقى هنا هتبقى ايه منفية، فهنختار didn't used to come. السؤال اللي بعده سؤال القطع عن فكرتها ومعناها بسرعة، دي عن الروبوت الانسان الالي، ده يعتبر ايه بقى يعني نوع من الايه من الالات ماشين، آلة يعتبر هو آلة بتتحرك moves، وكمان إيه بقى follow instructions يتبع التعليمات، التعليمات طبعا بتبقى جاية له منين من الكمبيوتر، طبعا الإيه الإنسان الآلي اللي ارتكب أخطاء لأنه آلة، وكمان إيه ما بيتعبش، وكمان عمره ما بيكومبلينز يعني يشتكي، ما بيشتكيش أبدا إنه تعبان وكده إلا إذا أنت قلت له إيه يقول يشتكي يعني. الباراجراف التاني روبوتس، الروبوتات ديت كلها إيه موجودة حوالينا. Some robots بعض منها يمكن يساعد في ايه بقى في صناعة السيارات، والبعض يساعد في explore استكشاف البراكين، وكمان بيساعد في ايه بقى يعني تنظيف الايه المنازل ده معناه ايه ينظف. Some robots can even وبعدها ممكن يتعرف على ايه على بعض الكلمات، يعني لو قلت له كلمة ممكن ايه يعرفها، كمان ممكن يستخدم في الرد على الايه المكالمات التليفونية، وبعض منها يشبه شكله كده يشبه الايه يشبه الانسان، بس معظمها ايه لا يبدو كذلك، معظمها يبقى ايه شكل الايه الالات يعني. الباراجراف اللي بعده لونج اجو، يعني من ايه من زمن طويل فات الناس ايه تخيلت الايه الانسان الالي ده، من حوالي ايه 2000 سنة كان في شاعر شهير اسمه هومر تخيل ان في ايه في انسان الي يعني، وكان ايه متخيل ان هو مصنوع من ايه جولد من الذهب ويقدر ينظف الاشياء ويصنع ايه اشياء كتير يعني. طبعا ايه ما كانش حاجة حقيقية وده خيال بالنسبة له يعني. طيب اول انسان آلي صنع سنة 1961 وكان اسمه ايه وكان مسميينه ده اسم يعني يونيميت، كان يستخدم في ايه بقى المساعدة في صناعة الايه السيارات، وكان عبارة عن ايه ذراع طويلة كده it looked like a giant arm. الباراجراف الاخير بقى بيتكلم عن ايه ان في المستقبل هيكون في ايه بقى مزيد من الايه الروبوتات، بس دي هتساعد بقى في ايه يعني في جعل ايه الحياه اكثر ايه سهوله. كله على كده. رقم 17 بقى الاسئله، اول سؤال why doesn't، لماذا الروبوت ده ما بيعملش اخطاء؟ طبعا لانه اله، هتبقى الاجابه ايه دي. 18 هنا بيقول لي كلمه سبيشال اللي هي في الباراجراف الاولاني اللي معناها ايه بقى يعني اله مميزه او استثنائيه، يعني ليست ايه نوت نورمال، ليست ايه عاديه مش طبيعيه يعني. الصفحة اللي بعدها صفحة 167 ما الغرض الأساسي في الباراجراف الثاني، طبعا إيه بقى to describe the things، الأشياء اللي يقدر إيه الروبوت يستطيع إنه إيه يفعلها يقدر يعملها يعني. 20 إجابتها دي معناها بقى إيه كوكب الإيه المريخ. السؤال رقم 21 كيف الإيه المؤلف بتاع القطعة ديت يشعر بالنسبة لإيه شعوره بالنسبة للروبوتات إن هي إيه تبقى الإجابة helpful. رقم 22 How do you think robots will help make life better؟ كيف تعتقد ان الروبوتات دي هتخلي الحياة ايه افضل؟ من القطعة هي طويلة شوية ممكن تلخصها بقى من اول ايه they لحد هنا يعتبر الباراجراف كله، لخصها في جملتين كده دي 22. السؤال اللي بعده 23 وفقا للقطعة امتى بقت ايه اخترع اول ايه روبوت؟ طبعا 1961. السؤال الاخير الروبوت ده بيبقى مختلف عن الانسان، الانسان الالي مختلف عن الانسان الايه البشري، اذكر ايه اختلافين؟ طبعا لان الايه اول حاجه it doesn't make mistakes،
اللي بيرتكب أخطاء اللي هو الروبوت. إيه كمان؟ وكمان ما بيتعبش، it doesn't get tired، يعني لا إيه، لا يشعر بالإرهاق أو ما بيتعبش لأنه آلة. السؤال اللي بعده ترجمة. الترجمة الأولانية ترجمة للغة العربية. الحل عندنا هنا، يحتاج مجتمعنا أكثر إلى أفراد يمتلكون أو يتميزون بالأخلاق الحميدة لكي ينمو ويتطور بالطريقة الصحيحة، فالأخلاق هي العلامات الحقيقية على المجتمع المتحضر. الترجمة الثانية ترجمة إلى إيه بقى؟ اللغة الإنجليزية. القراءة هواية مفيدة جدا. هنجيب الفعل، أدي الحل هنا، قراءة يبقى reading is a useful hobby، هواية إيه؟ مفيدة جدا، لأنها تحفز عقلك، because لأن it motivates يعني تحفز عقلك، your brain عايز تقول mind صح برضك. وكل خبراء أن لها تأثيرا مهدئا، experts يبقى الفعل هنا، experts خبراء، say that it has a relaxing effect اللي هو تأثير إيه؟ مهدئ، يمكن أن تخفض مستويات الإجهاد، يبقى التي يبقى which can reduce تخفض أو تقلل the levels مستويات of stress الإجهاد، وتساعدك على الاسترخاء and help you to relax. صفحة 179 التست اللي على المراجعة إيه رقم 3. رقم 1، حسام حسن the previous famous footballer لاعب كرة القدم الشهير السابق is not working، يعمل as a head coach كمدرب أو مدير فني لنادي الاتحاد، يبقى حاليا بيعمل إيه؟ كمدرب أو مدير فني. تبقى الإجابة currently، حاليا. رقم 2، the tourist company شركة السياحة has a wide variety يعني لها إيه؟ مجموعة متنوعة كبيرة من إيه؟ of trips من الرحلات to not and fabulous locations المواقع الايه الخلابة وايه بقى وكمان exotic غريبة المواقع ديت في انحاء الايه العالم. رقم 3، دكتورز الاطباء هو بيأملهم that the new drug اللي هو الايه العلاج الجديد او الدواء الايه العقار الجديد ده will prove يثبت انه ايه for many people الناس كتير يثبت فائدته يعني beneficial. 4، I had no previous أنا ليس لدي أي سابق of Spanish اللغة الأسبانية، ما عنديش إيه يبقى معرفة باللغة الأسبانية knowledge قبل ما أزور إيه بيرو. 5، We are working on نحن نعمل على a decrease تخفيض يعني in carbon producing نقط زي إيه زي الفحم واللي هي البترول، يبقى إيه اللي هي الوقود المنتج للكربون، هتبقى الإجابة fuels، عايزين ايه نقلل الايه اللي هو الوقود ده. رقم 6، the government is trying to الحكومة بتحاول انها ايه provide توفر the conditions الظروف for not economic growth اللي هو النمو الاقتصادي الايه المستدام sustainable. 7، illustration الكلمة دي كلمة طويلة what يبقى what does it mean ماذا هي تعني، دي مباشرة ما فيهاش حاجة. 8، this message has just arrived الرسالة دي لسه واصلة and the man والرجل not in case you want to send a reply والرجل منتظر ايه في حالة اللي انت عايز ايه ترسل يعني الرد، يبقى معنى كده ان الشيء ده مستمر هنا عشان كده تبقى الاجابة ايه is waiting والرجل ايه لسه منتظر او عشان ايه ترد مثلا. 9، I like all the people who انا بحب كل الناس اللي ايه not of their neighbors يعني اللي بيفكروا في جيرانهم وايه and other people والناس الاخرين ايه في كل مكان، يعني كده معنى كده ان ايه ان بوصف حالة هنا عشان كده ايه هنختار فعل الثبات، علشان كده هنختار مضارع بسيط think يفكر فيه او يقدر. 10، when we arrive لما نوصل اسيوط we will need سوف نحتاج تورست ان احنا ناخد ايه راحة because we not لان احنا هنكون ايه بقى سوقنا 400 ايه سوقنا السيارة ليه 400 ميل، يبقى معنى كده دي بقى مستقبل تام، هتبقى الاجابة will have driven حال سوف يكون تم في الايه في المستقبل. رقم 11، we are visiting a new city every week بنزور مدينة كل اسبوع مدينة جديدة by the end of the summer يعني بحلول ايه بقى نهاية الايه الصيف ماشي او قبل ايه نهاية الصيف يعني we not all يبقى بردك مستقبل تام عشان هنا by وراها ايه يعني وقت محدد في الايه في المستقبل هتبقى الاجابة will have visited هنكون زورنا كل الايه المدن الهامة فين في اسيا. 12، I am only halfway through my homework يعني انا ايه يعني تقريبا عملت نص الواجب بتاعي
الواجب المدرسي I not it before the teacher arrives، مش هخلصه قبل ما المدرس ايه يوصل. عندي هنا before رابط زمني، وبعديه هنا ايه مضارع بسيط، يجي هنا ايه مستقبل ايه تام حسب المعنى، هتبقى الاجابه won't have finished، مش هكون خلصت. الصفحه اللي بعدها صفحه 180، صفحه 180 رقم 13. do you think، هل تعتقد، that the mechanic اللي هو الميكانيكي نقط the car by tomorrow، يعني هيكون صلح السياره ايه بقى يعني على بكره كده بحلول الغد، برضك دي تدل على الايه المستقبل التام، هتبقى الاجابه will have fixed. 14 he has taken، هو اخذ ايه نقط the same courses، يعني نفس الكورسات as I have، زي اللي انا ايه خدتها بالظبط، احنا ايه زمايل. طيب هنا برضك عندي التركيبة بتاعتنا اللي هي ايه exactly، وبعدها the same، وايه اسم، وكمان في as اهيت. رقم 15 your argumentation، يعني جدالك is، وبعدين نقط as convincing as يحيز، يعني ايه تقريبا مقنع زي ايه زي الجدال او النقاش بتاع يحيى ده. طيب عندي بردك التركيبة بتاعتنا as والصفة واز وقبليهم almost تقريبا. 16 I not like ice cream، يعني يبقى انا هنفهم بقى هل بيحب الايس كريم ولا ما بيحبوش. I don't like it now، انا ما بحبوش دلوقتي، يبقى احنا عايزين العكس هنا، يبقى اعتاد ان يحب الايس كريم بس دلوقتي ايه ما بيحبوش، يبقى الاجابة used to، اعتاد على شيء لا يحدث الايه الان. السؤال اللي بعد سؤال القطع، القطع سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، هنقول ايه الكلمات الصعبة اللي فيها. activities انشطة، دي عن ايه خطورة الاستماع للاصوات العالية سواء باستخدام السماعات او ايه التعرض للضوضاء، يعني كلها بتتكلم عن كده. ديت ايه مخاطرة، ايه loud يعني صوت عالي يدمر الاذن الداخلية، heal يعني يعالج، طبعا ايه اللي هو ضعف السمع بقول هنا يعني لا يمكن ايه لا يمكن علاجه يعني صعب علاجه. سيفتي يعني ايه الامان، خبراء، الخبراء بينصحوا بيه بقى ان احنا نبعد الايه الضوضاء خالص، بلوك يعني سد الضوضاء ديت من دخول ايه اذنك، وكمان ايه امشي بعيد وايه استدر ايه بعيد عن الايه الدوشة دي خالص عشان الاذن تفضل سليمة. دي معناه متوسط، بقول يعني 15% من اطفال المدارس بيكون ايه عندهم ايه ضعف في السمع، هذه المشكله ايه تتزايد. باراجراف اللي بعده بيقول هنا في نوعين من الضوضاء الايه الهارمفول الضاره، اللي هي اصوات بتكون عاليه جدا وكمان او اصوات بتستمر الوقت ايه طويل، دول الاثنين دول بيؤذوا الايه بيؤذوا الاذن، دي معناه دائم سبب ايه ضرر او تلف للايه لخلايا الشعيرات الايه الحساسه فين في الاذن الداخليه اللي بتوصل طبعا الصوت الى المخ. الباراجراف اللي بعده بدأ بموست بيبول، معظم الناس لا تعرف ان الاستماع للايه للهيدفونز بصوت عالي جدا ده يؤثر على الايه يؤثر على الاذن وايه يضعها في مخاطر. يعني اللي بعديه هنا بيقول when you can't avoid loud noises، عندما انت مش قادر بقى تتجنب اللي هي الايه الاصوات الضوضاء العاليه، ايه تعمل ايه تضع سدادات اذن او غطاء للايه الاذن عشان ايه تحجب الصوت عن ايه عن اذنك، ايه خفض ايه صوت الايه التلفزيون او الاستيريو الايه لاقل صوت خالص عشان ايه ما تاثرش على السمع بتاعك. في الباراجراف الاخير بيقول لو الجيران ايه جيرانك صاخبين بيعملوا دوشه على طول، ايه في الايه الشبابيك والبيبان عشان تسد الايه الصوت، إيه كمان ركب ايه ستائر لانها بتمنع الايه الضوضاء، وكمان ايه السجاجيد كتير بتمتص بردك الايه الضوضاء ديت. صفحة 100 بعد القطعة رقم 17 هتبقى دي 18 سي 19 ايه 20 سي 21. هنا بيقول لي وضح كيف يمكننا تجنب الايه الضوضاء ايه الصاخبة، قول حاجتين يعني نقطتين من القطعة. 21 هذه اجابتها طبعا ايه اللي هو ان تستخدم سدادات الاذن لحد هنا، وكمان في 21 اضافة ايه الستائر عشان ايه تبعد الايه الضوضاء، تركب ستائر. رقم 22 بقول برضك اعطي مثالين للانشطة اليومية اللي تخاطر بالايه بالاذن، يعني 22 اول سطر هنا دي الإجابة.
السؤال اللي بعد 23، ما النوعين الضوضاء الايه اللي هي الضارة؟ 23 قلناها اللي هو ايه، اصوات هي تكون عالية قوي او اصوات ايه تستمر ايه وقت طويل، دي 23. 24، what do you think، ماذا انت تعتقد، نعمل ايه يعني لو الجيران ايه مزعجين وكده، قول حاجتين ممكن نعمل ايه. هنا close your windows، اغلق الايه الشبابيك والبيبان، وبرضك موضوع الايه الستاير ده. في اجابات تانية ممكن تقولها عادي من رأيك بقى، عايز تبلغ الشرطة ماشي صح برضك. السؤال اللي بعده ترجم للغة الانجليزية، بالرغم من ان الدراسة بالخارج لها فوائد عديدة الان، هنبدأ بايه الحل هنا؟ بالرغم من although، دراسة بالخارج studying abroad لها عديد من الايه الفوائد، يبقى has many benefits، فوائد عديدة الان now، هنا في كلمة now معلش، لكن البعد عن الوطن يسبب الكثير من المشكلات الايه النفسية، يبقى ايه البعد عن الوطن اللي home sickness، يسبب causes a lot of مشكلات نفسية psychological problems التي تقلل من قدرتهم على التأقلم، التي by which reduces تقلل their ability قدرتهم على التأقلم to adapt أو التكيف يعني مع الإيه مع الظروف الجديدة. الترجمة التانية ترجم اللغة العربية، أدي الحل هنا، أحد أهداف منتدى الشباب العالمي الذي يعقد في مصر هو تأكيد أهمية التسامح والتفاهم بين الثقافات المختلفة، علاوة على ذلك يعطى المشاركون انطباعا جيدا عن ثقافتنا. كده بنتهي فيديو النهاردة، وانتظرونا فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.